باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احتفال كبير النهاردة، ملك داخل أورشليم. الكنيسة بتحتفل هذا الاحتفال العظيم، عيد سيدي عظيم مليان بالألحان الجميلة والتماجيد لرب المجد يسوع. ونسأل سؤال بسيط، اشمعنى يعني العيد ده اللي بنعتبره عيد كبير قوي؟ ده احنا بنسويه بالأعياد الكبيرة خالص السيدية، زي عيد الميلاد وعيد الغطاس عيد القيامة، ونصلي بلحن فريحي والكنيسة كلها مبتهجة ومتهللة. ايه الحكاية؟ يعني ليه مثلا الكنيسة بدل عيد دخول المسيح أورشليم ما شافتش عمل تاني للسيد المسيح عظيم جدا وخليته هو العيد سيدي؟ يعني ايه المعنى الكبير لدخول السيد المسيح لأورشليم؟ ده دخل وبعد شوية خرج، يمكن طهر الهيكل، لكن قارنوا مثلا العمل ده، معلش انا عارف الحته دي صعبه شويه، كان الواحد ايه ده ابونا اللي بيقوله ده، احنا طول عمرنا واخدين كده عاده ان عيد دخول المسيح اورشليم ده عيد كبير قوي، بس فكروا فيه ليه عيد كبير قوي؟ يعني العمل اللي عمله السيد المسيح في اليوم ده مثلا بالمقارنه باقامه لعازر بعد 4 ايام، انهين اعظم؟ او تفتيح عيني مولود أعمى منذ ولادته، يعني برضو عمل كبير. أكيد الكنيسة لما بصت على عيد دخول المسيح أورشليم بصت ليه بعمق أكبر بكتير جدا من مجرد دخول المسيح إلى أورشليم وتطهير الهيكل والإجراء الظاهري لهذا الحدث العجيب. واضح إن كان في عمل أعظم بكتير جدا جدا من إقامة لعازر، واضح إن كان في عمل أعظم بكتير جدا جدا من تفتيح عين المولود أعمى، أو من المشي على المية، أو من انتهار الريح. الحقيقة فعلا كده في عمق هذا العيد معنى يهم كل واحد فينا، وخاص بخلاص النفس بطريقة مباشرة، مش مجرد احتفال بحدث. عيد المسيح، عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، بنقول دايما فيه إنه دخل المسيح كملك. كويس، طب المسيح ملك؟ نقول طبعا المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. طب فين مملكة المسيح؟ مش كل ملك ليه مملكة؟ طبعا مملكة المسيح دي في السماء، أورشليم السماوية. إن شاء الله لما نطلع السماء كده نشوف المسيح الملك وهو جالس على العرش، ونشوف أورشليم السماوية المملكة، ونشوف الشاروبيم والسرافيم والملائكة، ونفرح بكل دول. الكلام ده في السماء، لما نطلع السماء. الله، طب بنحتفل بيه ليه دلوقتي على الأرض؟ ما نحتفل بيه لما نطلع السماء، لما نشوف ملكوت المسيح، لما نشوف ملك المسيح نحتفل بالمسيح الملك. لو كان ملك المسيح في السماء بس يبقى اللي بنعمله ده كله النهارده عباره عن احتفال تاريخي، وسامحوني يعني ما ينفعش حتى العيد يبقى عيد سيدي كبير، نحتفل بيه احتفال تاريخي بسيط كده، ان المسيح دخل في يوم من الايام من 2000 سنه الى اورشليم، واحتفلوا بيه الاطفال وجابوا زعف النخل واغصان الزيتون وقالوا وصلنا في الاعالي، وكان هيصه ولم وفرح، والنهارده بنفتكر الايام الحلوه دي ونقول يعني مبارك لاتي باسم الرب. كان بقى مجرد احتفال تاريخي ما يستاهلش ان احنا نعمل بيه الحفل العظيم اللي النهارده موجود في الكنيسه. لكن لا، الاحتفال ده لا هو احتفال تاريخي في الماضي لحدث حدث في التاريخ في الماضي، ولا هو احتفال لما سيحدث في المستقبل، ولكنه احتفال النهارده لشيء قائم في الحاضر اللي احنا عايشين فيه. ده حاضر احنا عايشينه. تقولي المسيح ملك على قلبي. مش بس كده، ده في حاجة كمان أعظم من كده.
تقول لي المسيح دخل طهر الهيكل زي ما احنا المفروض نطهر قلبنا، برضو مش كفاية، مش هو ده الكفاية. في حاجة كمان أخطر من كده وأعظم من كده، وتمس خلاص كل واحد فينا، ومن غيرها مفيش خلاص لينا. ومن غير الاحتفال ده بتاع النهاردة، يبقى كل اللي بنعمله في عبادتنا دي مجرد عبادة ظاهرية منظرها من الخارج، مفيهاش أي عمق روحي إطلاقا، ومفيش خلاص للنفس. النهاردة شفتوا كنيسة متزينة بأغصان النخل، وشفتوا كده خدنا الحمل، خدنا الأبركة، ودخلنا من الباب الملوكي، باب الكنيسة، بزفة كبيرة جدا، والشمامسة قالوا لحن الملك بقوره يا ملك السلام، اللحن الملوكي. ليه ده كله؟ معلش يا ابونا، حفلة وعيد بقى، نلبس كده بدرشنال جديدة وتونية نظيفة حلوة، والعيال تمشي، وناخد صور نحطها على الفيسبوك. لا، بس الطقس اتعمل من قبل الفيسبوك بكتير قوي، كانوا بيحطوه على الفيس روك ميبي، كان في حيطان هنا ولا حاجه، كانوا عملوا لي الكنيسه زمان من قبل الفيسبوك ومن قبل الصور من اصله. اصل دخول المسيح اورشليم هو تتويج ملك على اني مملكه، المملكه اللي انتم شايفينها قدام عينيكم دي، كنيسه العذراء والقديس يوسف النجار في ريتشموند هيل، دي مملكه المسيح. كنيسه ماري جرجس في نورث يورك دي مملكة المسيح، كنيسة ماري مورس في سكاربور دي مملكة المسيح، كنائس المنيا والفيوم وأسيوط والقاهرة واسكندرية دي مملكة المسيح الحقيقية اللي المسيح اتجلس عليها يوم دخول أورشليم. احنا ما بنحتفلش بأحداث تاريخية ولا بنتنبأ بمستقبل، احنا بنعلن ملك المسيح في الكنيسة، هي دي مملكة المسيح. كنيسة المسيح هي المملكة، المملكة اللي أعلن عنها السيد المسيح وقال مملكتي ليست من هذا العالم، لأن الكنيسة ليست من هذا العالم. الكنيسة اللي احنا عايشين فيها دي، اللي احنا موجودين فيها النهاردة، موجودة في العالم لكن ليست من هذا العالم. كنيسة المسيح هو كرسي العرش اللي بيتربى عليه السيد المسيح، وكل إنسان مسيحي في هذه الكنيسة ينضم إلى هذه الكنيسة، يبقى عضو عامل في هذه الكنيسة، كنيسة العهد الجديد، واخد السيتيزنشيب بتاعت مملكة المسيح. هو ذا ملكوت الله في داخلكم. احنا بندور عليه فين؟ احنا لسه هنستنى لما نروح السماء؟ ده لو ما عشناش الملكوت على الأرض دلوقتي مش هنعيشه في السماء. لو ما دخلناش ملكوت السماوات دلوقتي بدخول كنيسة الله بالمعمودية من ناس سما، يبقى الملكوت ابتدى اوريدي، الملكوت موجود اوريدي، احنا عايشين في الملكوت، احنا عايشين في ملك المسيح. دخول المسيح كانت عملية اعلان ملك المسيح، وتطهير الهيكل كان اول عمل عمله الملك لما جه يباشر اعماله الملكية. قال لك اول حاجة اطهر، انظف، عشان أنا ببتدي عهد جديد، ببتدي كنيسة جديدة، ببتدي أعمل شعب جديد، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة، مملكة. يبقى إذن ملكوت المسيح ابتدى هنا في الملكوت وفي الكهنوت وفي الشعب المختار المقدس فيكم وفي الكنيسة اللي انتوا شايفينها دي. كل يوم تدخل كنيسة، أي كنيسة، طالما هي كنيسة للمسيح، تعرف ان داخل، انك داخل القصر الملكي بتاع الملك. عشان كده من ساعة ما ندخل من الباب بنقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك، مملكتك يا رب، واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. الكنيسة المملكة اللي هي ليست من هذا العالم، هي بداية ملك السيد المسيح ابن داود. عشان كده قاعدين نقول اوصلنا يا ابن داود، اصل هو موجود، اصل هو معانا. دي مش ألحان بنرددها، دي صلاة بنصليها، بنقول له خلصنا، اوصلنا، خلصنا، خلصنا يا ابن داود. احنا دخلنا اسوار الملك بتاعك، احنا دخلنا عاملين زي ريفيوجيز كده، هو يدخلوا الى بلد علشان يتحصنوا فيها من جوه. ليه؟ لان هم مضطهدين خارج هذه الاسوار. احنا عايزين ندخل في اسوار هذه المملكه
ولكن مملكة المسيح ليست من هذا العالم، مملكة مختلفة تماما خالص، مختلفة تماما عن ممالك العالم. ليه؟ طب لما هي مملكة على الأرض هنا ليه بنقول إنها ليست من هذا العالم؟ أو السيد المسيح اللي أعلن إنها ليست من هذا العالم. وعلى فكرة لما جه هيرودس وقال له أأنت ملك؟ ما أنكرش المسيح لأنه ملك، ومش ملك سماوي بس، ملك على كنيسة أوريدي هنا. هو فعلا ملك، وملك أعظم من هيرودس ومن بيلاطس ومن قيصر ومن كل ملوك الأرض، ومملكته موجودة على الأرض وعايشة، وأعظم من كل ممالك العالم. غلابة لسه الجماعة اليهود اللي لسه عايزين يعملوا مملكة على الأرض. يا جماعة المملكة موجودة، أنتوا بتدوروا على إيه؟ تعالوا ادخلوا من باب الكنيسة وانتوا تلاقوا الملك الحقيقي الذي ليس له نهاية. لسه بدوروا على إسرائيل وحدود ومش حدود. بقى ربنا لما يجي يملك، يملك في حدود، يبقى في حدود لمملكته؟ لا. ليه ليست من هذا العالم؟ تعالوا نقارن ما بين ممالك العالم ومملكة المسيح التي ليست من هذا العالم. أكبر الدول في العالم لما تيجي عايزة تبقى ليها مكان في دولة تانية تبعت إيه؟ سفير، سفير واحد، وتاخد بيت كده أو مبنى يمكن دورين ثلاثة ويسموه سفارة، وده كل اللي تملكه الدولة. أعظم دولة في أي دولة تانية، أعظم دولة في العالم، أكبر دولة من حيث الحجم في العالم، أكبر قوة عسكرية في العالم، لو دخلت عند أضعف دولة في العالم ما تقدرش تبعد غير سفير واحد، ما تقدرش تاخد غير ايه، حتة أرض صغيرة كده هو يسموها سفارة وبس. مملكة المسيح مش كده. مملكة المسيح تقدر تغزو أي دولة في العالم بدون حدود ولا شروط ولا أعداد ولا مساحات أرض. يدخل المسيح بملكه ولا تحد أي حدود جغرافية. احنا النهاردة عارفين ان في قداسات تتصلى في السعودية، مفيش حدود أرض، مفيش حدود تمنع المسيح. بدري شوية واخر شوية، لكن ليه ملك في المنطقة دي، ليه ملك في الحتة دي. ولما تيجي تبقى في كنيسة في أي مكان، عمركم سمعتوا كنيسة في أي مكان تتبني ويقولوا لهم بشرط عدد أعضاء شعب هذه الكنيسة لا يزيد عن 50 نفر؟ لا. أي كنيسة في أي مكان تفتح زي ما هي عايزة، تبشر زي ما هي عايزة، أعدادها تزيد، سواء حكومة البلد سمحت ولا ما سمحتش هتزيد وهتكتر، وشعب المسيح هيكتر، وسفراء المسيح في كل بلد في العالم بيكتروا. مملكة ليس لها حدود جغرافية، مملكة ليس لها تمثيل دبلوماسي. التمثيل الدبلوماسي في قلب كل واحد مننا، كل واحد مننا سفير في الدولة اللي هو قاعد فيها. مملكة المسيح موجودة في كل مكان، لا يحدها لا زمان ولا مكان. سمعنا على مدار التاريخ إمبراطوريات عظيمة جدا وممالك عظيمة جدا، ولكن كانت تملك في فترة زمنية محددة. فين الإمبراطورية الرومانية النهاردة؟ فين الإمبراطورية الآشورية النهاردة؟ فين المملكة البابلية؟ فين بابل؟ فين ماديو فارس؟ فين العثمانيين؟ فين الفراعنة؟ فين كل الناس دي؟ ممالك وزالت. أي مملكة في العالم تبتدي وتنتهي، مملكة المسيح لا تنتهي أبدا إلى الأبد. هينتهي كل هذا العالم وتنحل العناصر، وتبقى مملكة المسيح قائمة، كنيسة المسيح. حتى أبسط طفل في مدارس الأحد كده لو قلت له كنيسة المسيح عبارة عن إيه حبيبي، يقول لك في الكنيسة المجاهدة اللي هو إحنا هنا على الأرض، وفي الكنيسة، كنيسة يعني المملكة بتاعت المسيح، المنتصرة اللي طلعت السماء، القديسين اللي احنا شايفينهم قدامنا دول في الأيقونات دي كلها كنيسة منتصرة، جزء مننا، كنيسة ما انتهتش بنهايتهم، بل بالعكس الكنيسة ممتدة وستمتد إلى الأبد. في أي مملكة؟ الفرق بين الممالك الأرضية والممالك السماوية أو المملكة السماوية بتاعت السيد المسيح، في الممالك الأرضية الشعب عبد للملك، يفرض عليه جزية، يفرض عليه قوانين، يفرض عليه عقوبات، ولو في حرب الشعب يموت من أجل الدولة، من أجل المملكة. مملكة المسيح العكس، الملك هو اللي مات من أجل شعبه، من أجل خلاص شعبه. ودي الملوك اللي عندها الكرامة والأونر،
الملوك اللي عندها الكرامة تطلع في الأول تموت من أجل شعبها، مش يحط الشعب في المقدمة ويقعد هو في الآخر علشان الشعب يموت ويحموه. المسيح مش منتظر مني أحميه. عشان كده عمرك ما تسمع عن جيش يقولك احنا جيش بندافع عن المسيح، ولا جهاد بتاع المسيح، ما ينفعش. ولو في اي حد ادعى الكلام ده زي الحروب الصليبية زمان، الكل عارف والتاريخ عارف ان دي مجرد شعارات استخدموها للتأثير العاطفي على الشعوب، وليست حرب مسيحية، ولا يقرها المسيح، ولا يقرها الانجيل، ولا تقرها المسيحية اطلاقا، ولا توافق عليها. الحروب الصليبية اللي حصلت ده خداع، ده كذب. المسيحي ما يشيلش سلاح ويطلع يدافع عن المسيح أبدا، المسيح هو اللي بيدافع عني. أما المسيحي مش هو اللي بيدافع عن مسيحه، ده مسيحه هو اللي بيدافع عن ابنه. المملكة السماوية تعطي طعام لكل أتباعها free of charge، مجانا كده. هم اليهود كانوا فاكرين برضو أن إيه المسيح اللي أطعم وأشبع 5000 واحد يقدر بقى كل يوم يأكلنا في المملكة بتاعته. وبالحقيقة هم كان عندهم حق، هم نفسهم في حاجة زي كده. والمسيح ما بخلش بكده، بل بالعكس المسيح مش بس بيعطي طعام الواحد يأكله النهاردة زي ما قال كده آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، ولكن هو يدينا المن الحقيقي النازل من السماء يطعمنا نفسه جسده ودمه من على المذبح كل يوم. طعام يأكل الإنسان لكي ما يحيا، وإن مات بالجسد له حياة أبدية في السماء. طعام، مملكة جميلة جدا بتأكل ولادها طعام محيي كل يوم، بتأكل ولادها خبز السماء، خبز الحياة، بتأكل أولادها الخبز الذي يحييهم لا فقط لفترة زمنية محدودة ويرجعوا يجوعوا تاني، ولكن يطعمهم إلى الأبد. حماية، الممالك الأرضية مش قادرة حتى تحمي نفسها، مش قادرة تحمي نفسها، وكل يوم نسمع حتى على الانفجارات وعلى حاجة، ما مش قادرين يحموا نفسهم. أما المسيح يقول أن أسماءكم مكتوبة على كفي، وأن شعرة من شعوركم لا تسقط إلا بإذنه. أني ملك في العالم يقدر يضمن لرعيته هذه الحماية؟ اوعى تفتكر انك كل يوم الصبح وانت بتسرح شعرك بالمشط ان في شعرة نزلت من غير اذن ربنا. الشعرة اللي نزلت في المشط دي معادها تنزل دلوقتي، لكانت تنفع تنزل امبارح ولا كانت تنفع تنزل بكرة. كل شعرة من راس يا رب انت اخد بالك منها، ايوة انت ابني وفي مملكتي وفي رعايتي وانا باخد بالي منك. اوعى تفتكر ان في اي حاجة بتحصل لك من غير اذن ربنا. ربنا هو ضابط الكل، ضابط الكل، ماسك الكل في ايده. لقيه كده في الايقونة ماسك الكرة الارضية بحالها على ايده على كفه كده. الدنيا مش سايبة يا جماعة. واحد يسألني امال ايه اللي بيحصل، والشر اللي بيحصل في العالم، والحروب اللي بتحصل في العالم، واولادنا اللي بيموتوا، وبناتنا اللي بتخطف. اغراض الهية مش هنعرفها دلوقتي، ولكن كلها للخير وكلها لبناء الملكوت. وما لم كان دم ولادنا الشهداء تسفك من آلاف السنين فاتت ومئات السنين اللي فاتت وعشرات السنين اللي فاتت وكم شهر فاتوا، ما كانتش الكنيسة تبقى بالقوة دي. هما مش بيموتوا من أجل المملكة، ده بيموتوا تعبير عن حبهم للمملكة، مش عشان يحموا المملكة. حامي المملكة هو المسيح. هو حد يفتكر ان الشهداء دول هم اللي بيحموا الكنيسه؟ واحد يقول لك احنا بدمنا هنحمي الكنيسه. لا يا حبيبي، انت مش بدمك تحمي الكنيسه، تحمي ايه بس؟ انت عارف تحمي نفسك؟ المسيح بيحميك وبيحمي كنيسته. عيب، عيب لما واحد يفتكر ان هو بجسده وبقوته وبشعاراته وبشطارته يقدر يحمي عروسه المسيح. ده ما فيش راجل مننا يقبل ان واحد غريب يجي يحمي مراته او يحمي خطيبته او يحمي بنته او اخته. يبقى المسيح يرضى واحد غريب يجي يحمي عروسته؟ ما ينفعش. اذا كنا احنا كرجاله ما نقبلهاش على روحنا، المسيح يبقى على روحه ازاي؟ ازاي المسيح مستني حمايه حد؟ ده اللي يقول انا احمي كنيسه المسيح بالروح بالدم، ده بيهين المسيح. يقول لي امال نعمل يعني، نسيب الكنيسه تولع يعني ولا ايه؟ اقول لك لا،
الموضوع مش تسيب الكنيسة تولى، الموضوع انك تفهم الفهم والمفهوم الحقيقي لما هي الكنيسة، ومن هو المسيح ملك الكنيسة، ومن أنت الساكن في رعاية هذه المملكة. لو فهمت المنطق ده كل حاجة هتبقى واضحة ومنورة. احنا بنفهم غلط، فاكرين مملكة المسيح لسه من هذا العالم، ولسه لازم نحميها، ولسه لازم نشتغل عليها، ولسه لازم نعمل لا، مملكة المسيح هي ملكه، ملكوته هو يحميه. نسبنا في هذه المملكة، اللي اشتغل منكم في الدول العربية يعرف ان الدول العربية كده بالذات اللي هي فيها يعني ملك، يعني يقول لك الشيخ فلان ده ولا الشيخ فلانة دي منين؟ من العيلة المالكة. لا ده العيلة ما حدش جنبه، لا 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 ده ما حدش عارف يكلمه. ليه؟ نسب، نسب يقرب للعيلة المالكة. لو دورت على نسبه يطلع ايه؟ يمكن من الجيل العاشر ولا بتاع بعيد، مش مهم. المهم هو اسمه في الاخر لي لقب الملك وخلاص، مش مهم، بالعيلة الملك. طب واحنا؟ المسيح ادى كل واحد فينا شهادة ميلاد تنسبه للملك، وكل واحد فينا بافتخار لما حد يجي يقول له انت مين، يقول لك انا مسيحي. يعني اللاست نيم بتاعي ايه؟ المسيح نفسه، انا قريب المسيح. ده مش بس كده، مش شهادة ميلاد في المعمودية اخذناها. كل واحدنا النهاردة في دخول السيد المسيح الى اورشليم يتذكر ان احنا مش بنحتفل باحتفال تاريخي، ولا احنا بنحتفل بشيء هيحصل في المستقبل، احنا بنحتفل بدخول المسيح الى كنيسته، الى مكانه، يدخل يلاقينا واقفين بنرحب بيه وبنقول له أوصنا في الاعالي، مبارك الاتي باسم الرب. الله يعطينا جميعا ان نكون اعضاء مباركين ومواطنين مخلصين في المملكة التي ليست من هذا العالم ولكنها كائنة في العالم، لكي ما نعيش الملكوت على الأرض في أحضان كنيسة المسيح، في أحضان الملك الذي له المجد في كنيسته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. Today the sayings are fulfilled from the prophecies and the proverbs, as Zechariah prophesied and said a prophecy about Esau's Becheres.